السلام عليكم. أي تغيير بالحياة سهل، مو صعب ولا مستحيل، لكن يحتاج منا عزيمة وإصرار وإرادة. وقبل كل شيء نحتاج التوكل على الله سبحانه وتعالى، وليس عيباً أن يبدأ الإنسان من الصفر، العيب هو البقاء على الخطأ. بعد هذه المقدمة التحفيزية مشاهدي الكريم، بادر واستعد وابدأ من الصفر. كل إنسان بالحياة يكره ويمقت التكبر ولا يتقبل هذا التعامل من أي أحد، لأنه الشعور المتولد هو شعور سلبي له آثار نفسية سيئة، وربما يسبب انتقال عدوى التكبر بين الآخرين، وتكون أنت الناقل والموزع الرئيس لهذا المرض. اليوم سنأخذكم في رحلة قصيرة نسلط فيها الضوء على توضيح ماذا يعني التكبر، وما هي مساوئه، وما هي تأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع. التكبر هو شعور الإنسان بالعظمة والأهمية مع النظر إلى الآخرين بنظرة دونية وباحتقار، والمتكبر يكون مغروراً، يرى نفسه أفضل من الآخرين ويغالي في تقدير قدراته وإنجازاته، ويكون متعالياً على الآخرين ويظن بأنه متفوق عليهم، ويقلل من شأن الناس وقيمتهم. طبعاً كل سلوك خاطئ يعدل إذا عزم صاحبه على تغييره، فمن كان مصاباً بداء التكبر ذلك الداء العضال الذي يصيب القلوب ويعمي العيون عن الحقائق، عليه أن يسارع لعلاجه. فيجب عليه أن يتذكر أننا جميعاً عبيداً لله سبحانه وتعالى، ولسنا أفضل من أحد، ويجب أن نتحلى بالتواضع. وعلى المتكبر أن يلتفت إلى موضوع مهم جداً، وهو أن التكبر من صفات إبليس، وإن إبليس قد طرد بسبب رفضه السجود لأبينا آدم عليه السلام. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إياك والكبر، فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب، وهو حلية إبليس. في ختام رحلتنا مشاهدينا، نؤكد على أن التكبر داء خطير يهدد إيماننا وعلاقاتنا وسعادتنا، فلنحرص على أن نكون متواضعين ونعامل الجميع باحترام وتقدير، وندرك أننا جميعا سواسية أمام الله تعالى، ولنتذكر دائما بأن من تواضع لله رفعه. دمتم سالمين وإلى اللقاء.